دخلت عالم الفن بدعم من والدها وعملت في دبلجة الرسوم المتحركة والإخراج. ريم عبد العزيز ممثلة سورية معروفة، ولدت في مدينة حلب عام 1976، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم اتجهت إلى عالم الفن بدعم من والدها. عمر حجو الممثل السوري الشهير كان السبب وراء دخولها عالم التمثيل، اكتشفها وشجعها على استكشاف مواهبها الفنية، ومن هنا بدأت مسيرتها الناجحة في عالم التمثيل. ريم عبد العزيز كانت لها بصمات بارزة في عدة مجالات فنية. بدأت مشوارها الفني في مسلسلات التلفزيون وتألقت في أدوار متنوعة، كما شاركت في دبلجة أفلام الرسوم المتحركة. تألقت ريم في عدة أعمال درامية لاقت استحسان الجمهور، مثل أيادي في الظلام، حارة الجوري، والبيوت أسرار. ولم تكتفي بالتمثيل فقط، بل اتجهت أيضاً إلى عالم الإخراج. كانت أول امرأة تخوض تجربة الإخراج في عالم الفيديو كليب في سوريا، ونجحت في إنتاج عدة أعمال تميزت بجودتها وإبداعها، واستمرت في مشوارها الفني في مصر، حيث شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وأثبتت موهبتها وقدرتها على التألق في البيئة الفنية المصرية، وكشفت أنها تحلم بتجسيد دور مماثل للدور الذي مثلته الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي، تشغل منصب رئيسة مكتب الثقافة والإعلام بالمجلس المركزي للنقابة. وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت عبد العزيز من المخرج السوري سالم الكردي، وأنجبت ابنتها هيفاء. وفي سياق آخر، كشفت عن رأيها بعمليات التجميل، حيث قالت: أصبحن صورا متطابقة لبعضهن. وأضافت: هناك بعض عمليات التجميل التي قد تكون ضرورية لتصحيح عيوب معينة، ولكن يبدو أن بعض الفنانات تجاوزن الحد في هذه العمليات. هل أنت من معجبيها؟ وما هو رأيك بأدائها وأدوارها؟ شاركنا في التعليقات.